أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان، طاب المساء ومرحبا، وأدعوكم في بداية هذا الفيديو إلى مشاركته ووضع جيم على الصفحة والمشاركة كذلك في الصفحة وصفحة أيضا صوت الشعب اللي مخلينها يعني بالموازاة مع الصفحة اللي نتواصلوا عبرها منذ أيام. شكرا لوفائكم ولمتابعتكم ولحرصكم على مشاهدة هذه اللايفات تقريبا شبه اليومية اللي كما تعلمون تتطلب عدد يعني من التحضيرات ومن التتبع تقريبا على طول اليوم للحدث المرتبط بالصحراء الغربية. إذن أدعوكم إلى مشاركة هذا الفيديو في البداية. نحن في 210 تقريبا، 400 ونبدأ بإذن الله تعالى. إذن شاركوا الفيديو من فضلكم. مرحبا وسهلا، تحياتنا لأهالينا في المناطق المحتلة الذين يوجدون تحت قبضة المحتل، وأهالينا في مخيمات العزة والكرامة، وكل الصحراويين الموجودين في الشتات. ونحيي كذلك أحرار الشعب المغربي الذين يريدون بإذن الله تعالى أن يتحرروا من هذا المحتل وأن ينعموا بالاستقلالهم كذلك، لأنه حريتهم واستقلالهم مصادرتان من طرف الاحتلال المغربي. اليوم جميع نقاط المغرب ومدن المغرب محتلة، إلى ما احتلها النظام العلوي فإنه يحتلها الفساد، والفساد ملتصق بالنظام العلوي. إذن أدعوكم إلى مشاركة هذا الفيديو. نحاول طبعا بلوكاج يعني تنظيف الصفحة على قدر الإمكان، تنظيف الصفحة من الكائنات العياشية من الذباب المخزني الذي يسب ويشتم ويبلغ عن الصفحة. المساكين طبعا الذين يظنون بأنه بمثل هذه السلوكات ممكن على أنهم يمنعون الحقيقة من الوصول. إذن دائما كيف قلت لكم، الحظر، الحظر لكل هذه الكائنات المخزنية. إذن لحقنا 400، شكرا جزيلا لكم على الوفاء. نمشوا في البداية بإذن الله تعالى إلى البلاغ 66 لوزارة الدفاع الصحراوية والمتعلق بعمليات جيش التحرير الشعبي الصحراوي. إذا يقول البلاغ: نفذ مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مكثفة استهدفت معاقل وتخندقات جيش الاحتلال المغربي الذي يتعرض للقصف اليومي على طول جدار الذل والعار لليوم 66. وخلال أمس السبت قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نقاط تمركز قوات العدو في المواقع التالية: قصف مركز استهدف مواقع العدو في منطقة قلب النص بقطاع أوسرد 3 مرات خلال اليوم، قصف عنيف استهدف قوات العدو المتخندقة بمنطقة جبيلات الخضر بقطاع الجلتة، قصف مركز استهدف مواقع قوات الاحتلال المتخندقة بقطاع رصديات جديدة أو شديدة، وتمت مشاهدة أعمال أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة. إذن أقول: قصف مركز استهدف مواقع قوات الاحتلال المتخندقة بقطاع رصديات شديدة، وتمت مشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة. ونهار اليوم الأحد قصفت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي البطل قوات العدو بالمواقع التالية:
قصف عنيف استهدف مواقع جنود الاحتلال بمنطقة زمول أم خملة بقطاع مضريقة. قصف مركز استهدف جحور قوات الاحتلال المتخندقة بمنطقة طروس الشيظمية بقطاع المحبس. قصف عنيف استهدف مواقع العدو بمنطقة فريرينة بنكارات بقطاع السمارة. قصف مركز استهدف مواقع جنود العدو بمنطقة عظيم مجلود بقطاع أوسرد. ويختم البيان بالإشارة إلى أن هجمات أسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي المظفرة تواصل هجماتها مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر معتبرة في الأرواح والعتاد على طول جدار الذل والعار. البارح كنا قد يعني قمنا بجولة على موضوع التموين، تموين جيش الاحتلال المغربي. وحينما نقول يعني تموين جيش الاحتلال المغربي فإننا نقول أيضا معلومات ممكن أن تفيد عما يجري داخل جيش الاحتلال المغربي. اليوم سنتناول أيضا معلومات جديدة، معلومات حديثة، معلومات حصرية كذلك عن جيش الاحتلال المغربي، ولكن فيما يتعلق بموضوع التبرعات بالدم. حينما نقول التبرعات بالدم نقول بأنه إذا زاد الطلب على التبرع بالدم في مدينة العيون المحتلة بالخصوص، فإن ذلك يعني بأن جيش الاحتلال المغربي يحتاج إلى الدم في هذه الفترة الأخيرة، مقارنة طبعا مع 29 سنة من الرقاد ومن الكارطة ومن القمار ومن الحشيش ومن من كل الظواهر اللي تعرفوا واللي موجودة داخل جيش الاحتلال المغربي. المعلومات التي توصلنا بها تقول أن مركز تحقن الدم في مدينة العيون المحتلة شهد مؤخرا مناشدة أو حملة مناشدة لعمليات تبرع، وهذه عمليات التبرع خرط فيها واحدين يسمون بين قوسين بالفاعلين الجمعويين، رجال شرطة الاحتلال، أشخاص يعني سمعوا بهذه الحملة أو شاهدوا هذه الحملة. و يعني هذه الحملات امتدت حتى إلى الفيسبوك، يعني استعملوا حتى فيسبوك من أجل ترويج هذه الحملات. وهذه الحملات ظهرت بالضبط، يعني لم تظهر قبل شهر دجنبر، وإنما ظهرت في شهر دجنبر بشكل واضح وفي شهر يناير اللي احنا فيه. لماذا؟ لأن إدارة الاحتلال المغربي، لأنه اليوم طبعا يشتغلوا اليوم تقريبا بشكل مشترك بتنسيق مشترك، يعني الجميع مفروض عليه يتلقى التعليمات. اليوم ما كان لا تناقش ولا الجميع يتلقى تعليمات من جهاز في المغرب الذي يدير الآن ما يجري في المناطق المحتلة. يعني جهاز واحد يدير كل، يدير العسكر، يدير الدرك، يدير البوليس، يدير المستشفى. يعني ما كان اليوم تحت يافطة الوطنية المزيفة. احنا عندنا القضية الوطنية اليوم ورحنا مجندين وراء جميع، يعني كل شيء خدام وخاصه يخدم وخاصه يمتثل للتعليمات. الاحتلال المغربي نقل كميات من صفائح الدم إلى المستشفى العسكري بمدينة العيون المحتلة في الفترة الأخيرة. لماذا نقل الدم إلى المستشفى العسكري لمدينة العيون المحتلة؟ شو واقع في هذا المستشفى؟ شنو هو المستجد اللي خلى أنه التعليمات تصدر إلى مركز تحقن الدم في مدينة العيون المحتلة من أجل إرسال كميات من صفائح الدم إلى المستشفى العسكري لمدينة العيون المحتلة؟ طبعا لأن هناك حاجة زايدة للدم في الفترة الأخيرة. معناها على أنه
فم حرب وفم ضحايا وفم جرحى وفم يعني مصابين محتاجين للدم. معناه بشكل مختصر عن هذه السلسلة كاملة أنه فم حرب وينفيها نظام الاحتلال المغربي، ينفيها جملة وتفصيلا، ولكنه على الميدان يعيشها، يعيشها عن طريق التموين، يعيشها عن طريق التحركات الجوية، يعيشها عن طريق نقل العتاد، يعيشها عن طريق نقل الجنود، يعيشها عن طريق محاصرة المعلومة، يعيشها كذلك على مستوى تحقن الدم، مركز تحقن الدم والدم والحاجة إلى الدم. في حسب المعلومات الحصرية كيف نقول لكم على أنه هذه الكميات التي نقلت إلى المستشفى العسكري لمدينة العيون المحتلة نقلت على فترات متقطعة في الشهر الماضي اللي هو ديسمبر أربع مرات نقلت كميات مهمة من الدم أربع مرات إلى المستشفى العسكري لمدينة العيون المحتلة. هذا النقل، يعني نقل هذه الكميات من مركز تحقن الدم تسبب أنه مات لا فم احتياطي مناسب في هذا المركز. ومنين نقولوا احتياط راه موجه كذلك للمرضى العاديين، المرضى المدنيين، المرضى المحتاجين للدم، الأشخاص اللي ممكن الله يحفظ يقعلهم حوادث سير، يعني فم أشخاص آخرين. إذن هذا النقل من أربع مرات لكميات متفاوتة من صفائح الدم من المركز تحقن الدم في مدينة العيون المحتلة إلى المستشفى العسكري تسبب في خصاص كبير جدا، خصوصا بالنسبة لأصحاب تصفية الكلي ومصلحة المستعجلات بمستشفى بالمهدي المقبرة، المستشفى المقبرة بالمهدي. الكمية التي نقلت في هذا الشهر اللي هو يناير أكثر من الكمية التي نقلت في شهر دجنبر الماضي، مما أدى إلى أنه رفع ناقوس الخطر وتمت مناشدة الناس على أنهم يقومون بعمليات تبرع إضافية مستعجلة يوم 12 من هذا الشهر، يعني قبل أيام فقط قليلة جدا، يعني بالنظر إلى حالة الحرب أو الحرب الجارية وحالة المصابين والحاجة إلى الدماء ونقل هذه الكميات من الدماء وقع خصاص، مما أدى إلى رفع نداءات من أجل التبرع، وكان آخرها يوم 12 في هذا الشهر، كان يوم 12 في هذا الشهر، حيث تم نقل 22 صفيحة دم من نوع O بلس O زائد و A زائد و B 8. الصفائح حينما نقول الصفائح فإن في كل صفيحة كمية دم تقريبا 450 مللتر دم أو 500 مللتر كمية قصوى. الآن أصبحت دورية كل أسبوع، الآن يعني كل أسبوع هناك دورية تقوم بنقل الدم أسبوعيا من مركز تحقن الدم، وبدأ الشك داخل المركز بأن هذه الكميات ليست موجهة لمرضى مدنيين بل لمرضى عسكريين، وهو ما أصبح يجعل تسليم صفائح دم بإشراف من مسؤول من مستشفى عسكري ومسؤول من مستشفى بالمهدي لكي لا يطلع موظفون صحراويون مش تعرفوا بأنه فم صحراوي فم مغربي. حتى نظام الاحتلال المغربي يعترف بذلك، يعترف بها، يقول لك هذاك صحافي صحراوي ولكن هذاك صحافي مغربي، هذاك ممرض صحراوي هذاك ممرض مغربي، هذاك الطبيب صحراوي هذاك الطبيب مغربي، هذاك ربان طائرة صحراوي هذاك ربان طائرة
مغربي، معناه على أنه نظام الاحتلال المغربي ضمنيا يعترف على أنه الصحراويون ليسوا مغاربة، أو الصحراويين ليسوا مغاربة. فالآن حتى داخل مركز تحقن الدم، حتى داخل مركز تحقن الدم عاد هناك حرص على أن الصحراويين ما يطالعوا على المعلومات اللي موجودة في مركز تحقن الدم، أو ما يطالعوا على عمليات تسليم كميات الدم. هذا هي ما قمة التمييز العنصري. التمييز العنصري حاصل وعانينا منه كاملين ونعرفوه بالحجة والدليل، ولا زال يوميا وفي كل دقيقة وفي كل ثانية يستعمل. لكن اليوم اللي بغينا الناس تستفيد منه، خصوصا من الصحراويين الموجودين الآن اللي يشتغلوا في الإدارة المغربية، اللي يشتغلوا في إدارة الاحتلال المغربي، واللي احنا ما نساخين بيهم، واللي احنا ما يعني خبرتهم في مواقعهم مفيدة جدا للإنسان الصحراوي وللقضية الصحراوية وللشعب الصحراوي ولما ينتظر إن شاء الله الرحمن الرحيم في المستقبل من الدولة الصحراوية، إنه كاملين يعني كفاءاتنا مهما كانت تموقعها والله مهما كان مكانتها داخل الدولة المغربية، فنحن محتاجين لها، محتاجين لها. ويجب أن يفهموا جميعا بأنه هذو الناس راهم حاطينكم على زر، هذو الناس راهم معتبرينكم جسم غريب، هذو الناس محتلينكم وعادوا اليوم ظاهرين لكم، ظاهرين لكم ذا بالواضح، بالواضح. اليوم هناك جنود صحراويين يشتغلون مع نظام الاحتلال المغربي في جبهات القتال في مواقع معينة من النظام العسكري، ولكن مشكوك فيهم، موضوع عليهم علامات استفهام، يتنصتون عليهم أكثر من الآخرين، بينما المغربي الجندي المغربي ما مسول عنه حد، ما متكلم معه حد، ذاك وطنيته هما بالنسبة لهم مفلوشة. لكن الإنسان الصحراوي مطروح عليه علامة استفهام، وقس على ذلك من كل القطاعات. لهذا احنا اللي في هاي الفترة اللي نطلبه من الناس الصحراويين موجودين في الإدارة المغربية لأنهم يتعاونوا، على الأقل يتعاونوا معنا بالمعلومة. هم راهم ما يعني منظور لهم نظرة تمييزية، وراهم أصلا عازلهم هذا النظام، لهذا نتفضلوا على أنهم يتموا معنا، يتواصلوا معنا، يعطونا المعلومات اللي في موقع معين، يعطينا المعلومات. رأي المعلومة، من يملك المعلومة يملك القرار، من يملك المعلومة اليوم في 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 القرن 21 يملك القرار، ممكن أن يتصرف. اليوم الأنظمة القوية هي الأنظمة التي تملك المعلومات عن العدو. احنا اليوم نؤسس لتجربة جديدة فيها شوي مخلط، هم ينظرون إليها بعين استخباراتية، يقولون بأنه المخابرات الجزائرية اخترقت الرباط واخترقت القصر ودخلت من عرفاش ووصلت إلى من عرفاش وكذا، وهذا موضوع أكبر من نحن كاملين، ولا يمكن أن نفتي فيه ولا يمكن أن نؤكده أو ننفيه، لأنه هذا موضوع مرتبط بعمل أجهزة استخباراتية دولية رأي تتصارع، اللي يربح الله يعاون. لكن أنه يقوم النظام الاحتلال المغربي ويسقط فشله في إدارة الزريبة وفي حماية معلومات الزريبة وفي حماية أمن الزريبة وفي حماية أمن المواطنين في الزريبة، ويلوح على واحدين ثانيين ويقعد يشكك فيهم، والله يعود يلوحهم علينا احنا، يقول لك رانا أنا خدامين مع المخابرات، والله ساكن مع المخابرات، والله تخلص علينا الكران مخابرات، والله عندي أنا حتى الأكسجين تعطيهنا المخابرات، كل شيء يعطيهنا احنا المخابرات الجزائرية. لكن نسوا بأنه هذاك فشلهم، إذا اخترقتهم المخابرات الجزائرية فذلك فشلهم، هما فشلنا احنا، فشلكم انتوما، فشل حموشي، فشل المنصوري، فشل فؤاد هابط الهمة، فشل دجاجته نفسه. إذا اخترقتكم المخابرات الجزائرية فيجب أن تحاسبوا، يجب أن تحاكموا، لأنكم لن تقوموا بعملكم، لأنكم لن تقوموا بواجبكم تجاه هذا الشعب اللي تقولوا الشعب المغربي والله الرعاية والله. لكن انتم فاشلين في كل شيء،
الناجحين فيه مثل واحدة ناجحين في السرقة. السرقة أنتم علماء عندكم تبارك الله شيء أكبر من الدكتوراه في السرقة، مجهدين في السرقة، خبراء في السرقة، جيني في السرقة، عباقرة في السرقة. يجب أن تدرس طرقكم في السرقة وفي نهب المال العام، يجب أن تدرس في العالم، يجب أن تدرس في العالم طريقتكم في التعامل مع نهاب المال العام، وكيف تنهبون أنتم المال العام، وكيف تحمون سراق المال العام، وكيف تطحنون القانون المتعلق بنهب المال العام. أنا أعتبر بأن تجربتكم يجب أن تدرس في العالم، يجب أن تدرس في العالم، لأنكم خبراء ما شاء الله خبراء. ولكن حينما ننظر إلى عملكم الميداني، عملكم المرتبط بالمسؤوليات اللي أنتم مكلفين بها، تمكلف بالمخابرات واش تعدل إلى ما قد تخدم، إلى ما قد تجيب المعلومة، إلى ما قد تحمي مصادرك، إلى ما قد تحمي دارك، اش تعدل فم في هذاك المنصب؟ اش تعدل فم؟ سير بيع بطاطا ولا بيع مطيشة في الزقان ولا بيعه في سيدي بيبي ولا طيب الطواجن في سيدي بيبي والله. أما العمل الاستخباراتي واعر عليك، واعر عليك ما تعرف تخدم. حينما ننظر كذلك للصحافة، وانتم ما كنتم قادين تنتجوا مادة إعلامية في المستوى، ما كنتم قادين تحققوا مادة إعلامية مقنعة، ما كنتم قادين تمشوا للحرب تغطوا الحرب، ما كنتم قادين تجيبوا محللين في المستوى. إوا شا عدلكم أنا؟ نعطيكم الدروس نقروكم، نقروكم ماذا يعني التلفزيون، نقروكم ماذا يعني الإعلام. تبقى مقابلين قطع الطرق تجيبوهم تخلصوهم تعطوهم لي زونفلوب كل شهر باش يتمشوا يطبلوا لكم في سمو. قول المهم اللي عجبك اللي جاتك على لسانك قولها في بلاطوات قناة الدولية، ينعادوا يضحكوا فيكم، ينعادوا يضحكوا فيكم العالم، يضحك فيكم العالم اليوم بسبب المادة الإعلامية اللي تقدموا. ومناسبة هذا الكلام، مناسبة هذا الكلام هو يعني سبحان الله، يعني لا تستفيدون، يعني لا تستفيدون، ما عندكم شي عقل تقدروا تستفدوا به. اليوم نشرنا هذا بلاطو خريبت دار البري، هذا بلاطو خريبت دار البري، التلفزيون الرسمي للمملكة المغربية، التلفزيون القناة الأولى، أعجبونا في الأسماء، القناة الأولى للتلفزيون الرسمي المغربي. أتبار لا تسمع، لا عندنا لا تتفرج لا تشوف الصواريخ الأقمار الاصطناعية طالعين من دار البريه قايسين الفضاء. منين جيت تشوف، منين جيت تفرج في المادة الإعلامية تضحك. قلنا بأنه يا شعب الكليخ، يا تلفزيون الكليخ، يا الدكتاتور العريشي اللي ما تعرف لا تخدم لا في الرياضة ولا في التنس ولا في الأولمبياد ولا في الإعلام، ولا ناجح في واحد المسألة أنا قلتها لك، ناجح فيها اللي ناجح فيها سيدك، اللي ناجح فيها سيدك اللي هي السرقة وتهريب المراير وتهريب الأموال إلى الخارج، أنت ناجح فيها تبارك الله عصرة على عصرة، والدليل على أنك شاري دار في كندا. أيوه بحال شريت دار في كندا، كيف شريت ابارتومون في كندا؟ كيفاش مرقت الفلوس من 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 الزريبه قايسه كندا؟ هل مرت من مكتب الصرف؟ واش مرت من مكتب الصرف؟ كنتوما طايحين على المعطي من جيب، تهريب الاموال، تبويض الاموال، يعجبوني في الاسماء. او انتم شكون اللي يحاسبكم على شكون اللي يحاسبك انت الدكتاتور العريشي على لابارتومون اللي عندك في كندا؟ من اين لك هذه لابارتومون؟ من اين لك هذه لابارتومون؟ ومن أين لسيدك بفلوس بنما وسويسرا؟ وقس على ذلك ومليارات الفندق اللي نصرف في باريس، وازيد وازيد على ذلك، لأنه فم كيف قلت لكم فم مقال عن ملك المغرب بعيون إسرائيلية، الملك ملك المغرب بعيون إسرائيلية. من تعود إسرائيل تجيب أخباركم، منين تعود إسرائيل جايبة أخباركم، منين تعود إسرائيل تعدل عنكم تحقيقات صحفية وتكشف كرشكم. ولكن كرشاش النجاح، كرش النصر، كرش الإنجازات لفائدة الشعب المغربي، كرش الفساد، كرش الفساد فقط. كرشكم ملانة من الفساد، ملانة من المال العام،
ملانة من المال الحرام، ملانة من السرقة، ملانة من النهب، ملانة من الفشل فقط. أما عن ليه تجي شي مؤسسة إعلامية في العالم وتجي تتكلم عن إنجازاتكم، تقول عدلتوا فعلتوا حققتوا كذا، ما عند حتى شي قناة تحترم نفسها أنها تجي تعدل عليكم هذا الشيء، لأنه ما انكم عدين والو. وش معدري الناس راي ما زالت عايشة في القرون الوسطى في المغرب، القرون الوسطى الناس ما زالت يطلع عليها الواد الحار في 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 في, في العاصمة الاقتصادية، في العاصمة الاقتصادية، فما بالك باللي ما يقع داخل عاصمة، يقع اللي ما لا تسمى عاصمة، أما مزال العاصمة الاقتصادية في الزريبة يطلع لها الواد الحار. إذا باش نرجعوا لهذا الفيديو، حولتم التلفزيون إلى مرتع لمن هب ودب ليتكلم فيه ويفتي فيه ويحاضر فيه يدافع. ما ممكن عارفين حتى علاش تدافعوا. النوبة الأولى فتحتوها قدام طباخ عراب الفساد، طباخ واحد يطيب الطواجين لعراب الفساد ويغسل له القواميل ويغسل له الطباصيل ويغسل له الكيسان ويرافقه من أجل أن يطبخ له، وأصبح محللا وفاعلا وجمعويا وما نعرفاش، وطلع ويتكلم والمحبس ما فيها شيء والمحبس كذا والصحراء المغربية الوحدة الترابية والطاقية الوطنية وكذا. نسأل لا يقول لكم راه اليوم الليلة رانا نطيبين طاجين بالدجاج، والله طاجين ما نعرفاش، هذا الشيء اللي نسى يقول في التلفزيون. التلفزيون زريبة، كيف تظنون أنه لا يكون شيء تلفزيون مختلف عما يجري حتى في مطبخ السياسة؟ مطبخ السياسة يجري فيه هذا الشيء، كذلك سيجري في مطبخ التلفزيون. بعدها قلنا لا يتعودوا استوعبتوا الدرس وحشمتوا شوي واحترمتوا هذيك المهنة اللي قالها التلفزيون، واحترمتوا شيء قالوا التلفزيون في العالم اللي ندمتوا حقيقة، ندمتوا التلفزيون، ندمتوا نشرات الأخبار. إلا عاد هذه نشرات الأخبار ندمتوها أنتم، إلا عاد نشرات الأخبار منين لحقتكم أنتم وعدتوا تقول راهي نشرات الأخبار. جبتوا واحد مقيم في ألمانيا، جاي من ألمانيا، يتكلم عن شيء لا علاقة له به، لا علاقة له به، ويفتي فيه. وقلنا لكم الملاحظة، وبعد ذلك باش دلت تحشموا أرجعت واش فاتحين الآن بلاطو، نفس البلاطو لمن الشخص يدافع عن الحكم الذاتي وهو يتكلم من قليميم المحتل. قليميم المحتل، علاه قليميم المحتل؟ لأنه اللي في راسي أنا وفي راس الناس كامل وفي راس الصحراويين على أنه قليميم ماكم دخلينها في مناطق النزاع، أو ما هي داخلة في مناطق النزاع، أو إلى حدود الآن جبهة البوليزاريو لا تطالب بها كما تطالب بما بعد ما 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 جنوب الكروشي، هذا لا حد علمي. لكنه بفضل سياسة دجاجته وسياسة مسؤولي دجاجته ومسؤولي تلفزيون دجاجته والمسؤولين الإعلاميين لتلفزيون دجاجته، أصبح قليميم منطقة محتلة، والدليل على أنه أصبح وحدين يتكلموا منها ويروجون للحكم الذاتي. إذن ما علاقتهم بترويج الحكم الذاتي؟ ما علاقتهم؟ شنو هو موقعهم اللي أهلهم على أنهم يروجوا للحكم الذاتي؟ واش هما دبلوماسية خارجية؟ واش اعطيت الحكم الذاتي لقليميم المحتل؟ واش اعطونا تفسيرات، اعطونا الشرح لهذا هذا هذا هذه السقطات المدوية اللي لا وراءها لا حسيب ولا رقيب، لا حسيب ولا رقيب، ولا حد تكلم، ولا حد فتح تحقيق، ولا حد قال، ولا حد حاسب في التلفزيون، ولا حد جاه شي استفسار. هذا قينا غير محمد راديلي اللي تصيفطوا له استفسار، محمد راديلي اللي تصيفطوا له استفسار على شيء لم يفعله، استفسار، وبعد ذلك قطع الراتب، وبعد ذلك العساسة، وبعد ذلك الرحلة اللي تعرفونها طويلة. لكن هذو اللي اليوم يقولوا للمغاربة على أنه راح التقليميم راه أصبح محتلا
وأنه داخل في المناطق المعنية بالنزاع، وأنه نحن ندافع عنه من منطلق أنه حتى هو يستحق الحكم الذاتي. فهنيئا لنا جميعا بهذه الكلمة. ذاك النهار استهترت بها، كم حد استهتر بها؟ والكتائب المخزنية المخابراتية المخزنية المغربية في الزريبة عدوا ياسر من التقارير، قالوا لماذا أصبح يقال قليمي من محتل؟ عندكم جاوبتوا على رؤوسكم، أعلنوا قليمي من اليوم أصبح كذلك حتى هو في مناطق النزاع، وأصبحتم أيضا تتكلمون منه عن الحكم الذاتي وتحاولون أن تقنعوا. إيش كنتم عم تتكلموا بعد كاهي الأول؟ تمام عم تتكلموا، رانا مسولينكم حقيقة. أنتم هذا تلفزيونكم وهذه قناة الرحيبة وهذا المخللين هنا وهناك، تمام عم تتكلموا، تتكلموا مع الصحراويين. إلا عدتوا تتكلموا مع الصحراويين رانا مصمت لكم، إلا عدتوا جايين تدافعوا عن رؤية المخزن وتوجهنا للصحراويين على أساس أنهم راه ولا يسمعونكم ولا هي ينخارطوا معاكم ولا هي يتبعوكم، وراكم تضيعوا الوقت. يلعتوا تتكلموا مع الشباب الصحراوي حتى الذين شاء والله ولد بعد من 75 إلى، راكم تضيعوا الوقت. يلعتوا تتكلموا مع الشعب المغربي، الشعب المغربي راه عنده أولويات أكثر من هذا من هذا من هذا خلوطة جلوطة اللي أنتم واحلين فيها. الشعب المغربي واحل مع راسه، واحل مع مشاكله، واحل مع الدوار اللي ساكن فيه، واحد مع الزنقة اللي ساكن فيها، واحد غير مع 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 مشاكله في الحياة. ياك يفكر هو في الصحراء تتحرر ولا ما تتحرر، ولا يعطوها الحكم الذاتي، ولا يعطوها ما نعرفهاش، ولا يجيها ترامب، ولا يعطيها ترامب السيادة، ولا تنفتح فيها قنصلية. آخر شيء قد يفكر فيه الإنسان المغربي، نتكلم عن الإنسان المغربي ذاك البسيط اللي يعني هو الغالبية الكبرى أو العدد الأكبر من في الزريبة، هو رمى في ذا العالم. إذن أنتم ما عم تتكلموا بعدي الأولى، أرى خير تطفوا الاستوديوهات وتطيحوا هذاك الضوء بعد على الأقل ما تستهلكوا الضوء. أرى ما مسمع لكم حد، أرى أنا صارتكم الإخبارية راهي تصنف حتى هي من القرون الوسطى، ومادتكم الإعلامية تصنف من القرون الوسطى، وذوك اللي دافعوا عنكم راهم لا حد كيف يضحك عليكم، يأخذ من عندكم ليزونفلوب باش يدافع عنكم ويمشي يطلع يقول ذاك اللي بغى ويرجع لداره والسلام عليكم. ولكن لا أثر، لا أثر، رخص الخطاب يعود عنده أثر. خاص خرجة واحدة خرجة إعلامية واحدة تعود عندها 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 تأثير، عندها إيجابيات، عندها شيء يقد يرتفع به تقارير، يقد يعود به يتحرك به رأي عام، يقد ما أنت ما قاعدين على نفس الخطاب نفس الوجود، تبدو الطباخ من الطباخ الجمعاوي من الجمعاوي، واحد ثاني لابس درعة، واحد ما يتكلم عن الحكم الذاتي، كأن هذه الصحراء الغربية كأنه مثلا العيون المحتلة ما تلا فيها عندكم حد يقد يتكلم، الطرفاية ما تلا عندكم فيها حد يتكلم، السمارة المحتلة ما تلا عندكم حد يقد فيها يتكلم، بوجدور والداخل المحتلتين كذلك ما تلا عندكم حد يقد يتكلم فيها. إذن شمن الطاقية الوطنية ولا الوحدة الترابية ولا الصحراء المغربية ولا الحكم الذاتي، انتم شكون مصنت لكم؟ شكون مصنت لكم؟ انا خاصكم تحطوا السواريت وتقوموا ماشيين، وماشي تقوموا ماشيين ماشيين احرار طول، لا تمشوا رؤوسكم للحبس، لان خاصكم تحاسبوا كاملين، خاصكم تحاكموا كاملين على هذا العبث، على هذا الضحك على الذقون اللي تعدوا كل نهار، على هذا الاستخفاف بالمهام والمهن اللي انتم فيها. كيف انه تلفزيون ما قاعد ينتج نشر اخباريه في المستوى؟ ماذا ينقص هذا التلفزيون؟ على هذا التلفزيون ما يقدر ينشر نشر اخباريه في المستوى؟ على ما يقدر يعدل الحوار في المستوى؟ علاه الى يومنا هذا المذيع ولا المذيعين تكتب سؤال بحال راه ما عرف تفتيه على شي واحد في القسم، وماذا وكذا، وإنما أنا فهمتوا معنا المحلل السياسي من إقليميم مرحبا، وإنما ويبدأ هو مسكين يتكلم دليني كمل، ونسألك شهد المستوى.
إيش هذا التلفزيون؟ إيش هذا التلفزيون؟ وإيش هذه أخبار؟ وإيش هذه أخبار؟ هذه المهنية عندكم. لذلك مصيبة كحلة. تعالوا نسمعوا. الخير الأخ الكريم، مساء الخير المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. إذن أستاذ، في البداية ما هي الرسائل التي يمكن استخلاصها من مخرجات المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية والذي شاركت في شوفوا منين خرص 40 دولة؟ هو بالله عليكم هذا راك سؤال، بالله عليكم هذا السؤال صحفي في التلفزيون؟ قد شفتوا شي قناة إخبارية؟ نتكلم عن قناة إخبارية مهمتها الإخبار، والله ناشرة إخبارية. قد جبرت شي مذيع مكاتب واحد السؤال ويبقى يطرح وماذا في نظركم كذا وماذا سيجيبه، بس مش يقول لهم مالي. طبيعة الحال على أن هناك عدة رسائل تم استخلاصها من هذا المؤتمر الذي عرف مشاركة حوالي 40 دولة، أكثر من نصفهم من القارة الإفريقية ومن ضمنهم الناس مقابلة غير 40 دولة، 50 دولة، 100 دولة، 20 دولة، أمريكا ذات السيادة، أمريكا الدولة أمريكا ما نعرف، أمريكا هي اللي عندها نتحرك العالم كامل. صافي هذا الشيء اللي كاين، يعني هذه هي العناصر اللي يطعموا بها خطابهم. بقات في 40 ولا 50 ولا 60 ولا 70، شكون اللي صنت له؟ شكون اللي صنت لهذه 40 ولا 50؟ صنتوا للصحراويين في المخيمات، صنتوا للصحراويين في المناطق المحتلة. ايوا بقات فانت رئيس الوزراء غينيا بيساو، وانت من الكونغو، وانت من منع ليبيريا، وانت من ايوا طلع وتكلم وقول نحن مع المغرب. ايوا راك مع المغرب، عود مع المغرب، سكن انت قاعد مع المغرب، تعال انت قاعد حارب مع المغرب، تفقرش وتعال تدخل معاه الحرب اليوم. الولايات المتحدة وفرنسا وهما دولتان عضوان بمجلس الأمن الدولي، الرسالة الأولى التي يمكن استخلاصها وهي القناعة الراسخة التي أصبحت لدى المجتمع الدولي بخصوص الحقوق التاريخية الأبدية للمملكة المغربية وللشعب. المهم أقول ياك حنا تلفزت، نحن تلفزت الزريبة الدنيا، يعني ما كان مشكل، ما كان لا محاسبة لا مراقبة لا كلام منطقي لا خطاب واضح. لا المهم السيادة، تبارك الله، وعنا السيادة وعنا التاريخ معانا، والتاريخ ساكن معانا، والتاريخ نتعشاو به، والتاريخ نتغداو به، والتاريخ نفطرو به، والتاريخ تبارك نقرو به أولادنا. احنا التاريخ تبارك عنا عطى الله تاريخ، ألا أغرف من هذا التاريخ؟ تاريخاش المغرب قاطبة فيما يخص حقوقه التاريخية حول الصحراء. أعطى التاريخية. كذلك القناعة الراسخة لدى المجتمع الدولي فيما يتعلق بأن مشروع الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والأوحد لحل هذا النزاع المفتعل الذي الوحيد والأوحد. شو رأيكم؟ اسمعوا يا الصحراويين، عندكم الحكم الذاتي الوحيد والأوحد، لا بغيتوه بسم الله، ما بغيتوه رأيكم لا يتزمقوا تقعدوا فم. شاذ الخطاب هذا خطاب درك، هذا خطاب رسمي، هذا درك اللي كتبوه أصلا واللي برمجوا من النهار الأول واللي روجوا، لأنه هذو ولا وصل لهم عن طريق القنوات والوسائل أخرى. شكون هي الوسائل؟ هي الخارجية الداخلية القصر دجاجته من غير دجاجته، هذو هم الوسائل اللي أصلا يلحقوا هذا الخطاب، الوحدين يسمون أنفسهم بأنهم محللين والله ما نعرفاش، وهم مجرد ببغاوات يكررون نفس الكلام اللي يسمعوه في التلفزيون. بحال هذا ركبض، هذا نفس الخطاب اللي سمعوه في القناة الأولى برحة الأولى المغربية، وردوا كرروا اليوم، قالوا لكم، ولكن قالوا لكم من قريمين من المحتل. الجديد هو على النور، هو نقلوا لكم من قريمين من المحتل، ولكن ناسبوا الراسو. ما كان عمق في التحليل، ما كان لا تحليل شيء، السؤال جاف والجواب جاف أكثر منه، ولهذا ما مش يعطي في النهاية الصفر. شي يعطي إعلاميا؟ يعطي الأصفار إعلاميا، ما يعطي والو.
تعرفوا والو والو والو، الأصفار المكعبة ما يعطيكم ولا شيء، لأنه أصلا خطاب يولد ميتا، يولد ميتا. دام أكثر من اللازم. الرسالة الثانية كذلك تتعلق بأن يتضح بأن قرار التاريخي للولايات التاريخي الأمريكية بالاعتراف، كل شيء تاريخي، كل شيء تاريخي، ومروره في التلفزيون الرسمي تاريخي، والسؤال الذي طرح عليه تاريخي، وجوابه تاريخي، وما فعله ترامب تاريخي، وما وفتح القنصلية تاريخي، كل شيء تاريخي. أو سمعته تاريخي في 2021، ولكن تاريخي. السيادة المغربية حول الصحراء المغربية، وكذلك باعتبار أن مشروع الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والأوحل لحل هذا النزاع المفتعل. وباش تعرفوا بأنه ما كاين لا حياة في الحوار، لا، لأنه كل شيء مصطنع، المذيع لا يتدخل، لا يقاطع، لا كذا، لين يكمل الضيف بالشور عليه، الله يرجع له قبض نص نهار في التلفازة، نص نهار في التلفازة، يقيل قاع يجيبوا له مانطا ويقيل في البلاطو، وتوفوا الدنيا هاني، ما كان الروبيني مفتوح، الروبيني مفتوح، شرى لا يتم لين يطرح عليه السؤال، لين يكمل الضيف. ليس فقط كلاما قيل في لحظات معينة أو من أجل تمرير رسائل معينة، ولكن تم اتباعه بخطوات عملية، من ضمنها فتح السفارة الأمريكية بالداخل وزيارة هذا فتح سفارة، قاعد فتح سفارة، هذا المحلل فتح لكم سفارة، قاعد سفارة أمريكية في الداخل المحتلة. سمعتوا أنتم باش السفارة انفتحت في الداخل المحتلة؟ ما معنى أن نريد تنفتح سفارة في الداخل المحتلة؟ الدولة لدى وزارة الخارجية. نعم سيد، سيد عبد الله، نبقى في نفس السياق، ومما لا شك فيه بأن بلادنا ركمت اليوم منجزات عملية وغير مسبوقة كما قلت في تدبير ملف وحدتنا الترابية، وزخم دبلوماسي دولي يوازي دينامية تنموية متعددة الأبعاد بالأقاليم الجنوبية. في نظركم على المخرج، على المخرج عدل هاي اللقطة، علاه عدل هذا اللقطة اللي قالها اللارج؟ هذه اللقطة أصلا متعمدة من طرف المخرج، منين يعدلها المخرج؟ متعمدة، ما هي اعتباطية، ما هي عفوية. هذه اللقطة باش يخفي أنه المذيع راهو لا يقرأ الأسئلة اللي مكتوبة له. أنا نعرف مذيع، والله مذيعة، وهذا وأيضا من المعارك اللي كانت عندي داخل البلاطو، وما عارفينه، من المعارك اللي كانت عندي داخل البلاطو، على أنه خا ما لا تكتب لي أنا الأسئلة، لا تكتب لي، مشي نرجع نقعد بشي ما نعرف منين، لا تكتب لي الأسئلة، إلى عتماني مؤهل أنني نطرح الأسئلة ونجاوب مع الضيف، ومن كلامه نلقم له كيف يقولوا. هذه الاحترافية، هذه أصلا اللي تدرس، واللي عند المذيعين كشتوا في العالم. واش المذيع هو مهمته يقبض سؤال كاتبه له مدير الأخبار ولا مديرة الأخبار، ويجي تفتو يفتي عليك في البلاطو ويقوم ماشي؟ شنو دوري أنا؟ دور الديكور، فهم؟ أنا ماني الديكور، ماني الديكور. وقعت لي مع خالد الناصري أنا ذاك لما كان وزير الاتصال، وطرحت لي سؤال قلت له ما جدوى أنك وأنت قد طالبت بحذف وزارة الاتصال، وقامت علي عجاجة قد الخلا وسط الاستوديو مباشرة بعد نهاية النشرة، مباشرة ما فتطلعت قاع من الاستوديو. علا لأنهم خاصهم ببغاوات، كيف ما النظام يلود الببغاوات يتكلمون باسم المحلل السياسي، المحلل السياسي، المحلل فاعل الجمعوي، ولكن ببغاء ما عنده لا خطاب، ما عنده لا شيء قد يدافع عنه، ما عنده حتى أفكار، هو محايدة، علام يتعود عنده أفكار محايدة. شوفوا الإعلام الجزائري اليوم يستضيف المعارضين المغاربة، الإعلام الجزائري يفتح قنواته للمعارضين المغاربة ويتكلمون ويدافعون عن رأيهم وأفكارهم. وافتحوا أنتم قنواتكم للمعارضين المغاربة، على هذه القنوات ما لهم ما ينفتحوا قدام المعارضين المغاربة ويتكلمون فيها، وإلا عاد عندكم شيء تقنعوه بالعكس تقنعوهم بالعكس، ماكم قادين، لأنكم لا تستطيعون المواجهة،
تتخيزنوا راش تتخيزنوا ورا التافهين والتافهات اللي يشبهوا لكم باش تنتجوا منتوج معين موجه لشعب الكوليخ فقط. وفي النهاية لا تنتجون أي شيء، لأن الخطاب شكون اللي الخطاب القوي شكون اللي ينتجوا؟ الأقوياء، الناس اللي عندهم قادين يحاوروا قادين يتناقشوا قادين يتحاوروا. أنتم الحوار ممنوع، الرأي الآخر ممنوع، خاصك تمشي مع نفس الموجة اللي ماشي راكب فوق المخزن يقطعد هذه الموجة خاوية من الداخل. المهم خاصك تركب معهم حتى هما إلين دوكل شي حفرة يلحق في الحفرة. هما راه مقاضي الغراض، راه الأموال والملايير والفيلات وزيد وزيد المصالح، وانت قاعد قابل المبادئ مع 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 الناس اللي لا مبادئ لهم. اذا هذه اللقطة كانت مقصودة باش ما يبين لكم بأن المذيع يقرا في الورقة، راعي راسه شوفوا راسه منين كاين. المذيع اللي اصلا واثق من نفسه وعنده السؤال هون، ما هو هون السؤال هون، الفكرة هون، ما هي هون فكرة راهي تكون هون وتمشي هون، ولا كتبتها هون فقط باش هذا ما يسهف وقت من الأوقات. ولكن هذو ما عندهم لا هون ولا هون، عندهم التكرار الببغاوات، نظام ديال الببغاوات، ولا يحب إلا الببغاوات اللي يقولون عام سيدي. سيد عبد الله، إلى أي حد ستساهم هذه التحولات في ترصيد مكتسب؟ وهون خزنوا، وهون خزن المذيع، ركز لكم على الضيف وخزن المذيع، أعطينا المذيع. القضية الوطنية على أدرك، أعطانا المذيع المستويات. طبيعة الحال سوف يكون لها النفع الكثير فيما يتعلق في بقضية وحدتنا الوطنية، لأن إذا رجعنا للمؤتمر الذي نظم اليوم فهناك إشادة، وهذه نقطة أصلحها تمت من خلاله الإشادة على اللي إشادة تبارك الجنوبيه وكذا، الاشاده والنجاحات تبارك الله، والسياده جات وترامب اعترف بها، لا الايجابي سبحان الله. انتما وهذا الايجابي منين يقيس؟ هذا الايجابي علاه ما يشوفوه الناس على ارض الواقع؟ هذه الانجازات واش تشوفوها وحدكم؟ عندكم دايرين شي نظاظر وحدكم اللي تشوفوا بهم هذه الانجازات وما يشوفوهم الناس الاخرين؟ مين هي هذه الانجازات؟ الإشادة، مات الإشادة، مات الإشادة، قال الإشادة، فعل الإشادة، أشادت ما أشادت. أنتم تتسولون الإشادة، واش ما عادلين كيف تاك الدور عند دول العالم؟ الله يرحمكم، الله يرحمكم والدين، الله يرحمكم والدين، الله يرحم الوالدين، وأعطونا شيء إشادة، صدقوا علينا بشيء إشادة باش نعطوها للشعب الكوليخ. راهو يحارينا الشعب الكوليخ مسيكين، راهو يمرن نكذبوا عليه 45 سنه وحنا نكذبوا عليه. الصحراء المغربيه، الصحراء المغربيه، الصحراء المغربيه، وهذا الصحراء المغربيه ما بغات تنتهي قصتها. او صدقوا علينا، صدقوا علينا شي اشاده ندوها لهذاك الشعب الكوليخ. انت ما واش تطلبوا الاشاده لك المشاريع التنمويه، اصلحك المشاريع التنمويه التي ساهمت في التحاق اقاليمنا الجنوبيه بالركب، اصلحك الباقي الأقاليم على الصعيد الوطني، بل أنها أصبحت رائدة وطنيا ودولة. التحقت منين التحقت؟ التحقت باش؟ وهو هذاك التران، هذاك التران اللي تلتحق به، التران اللي كان في الرباط والدار البيضاء ومراكش اش من تران هذاك؟ منين لحقك هذاك التران؟ هذاك التران ما لحق حتى راسه. قد يقول لي اليوم حد على انه الرباط، انا الرباط راني نعرفها 25 عام وانا ساكن فيها. الرباط راك مدينه محترمه، مدينه بمقومات مدينه عالميه، الدار البيضاء مدينه بمقومات عالميه، التحقت بالراكب او ركبت مع الراكب وراهم راكبين كل شيء راكب وقايسين الاشاده ومحزمين بالاشاده ومزقنا بهم الاشاده. فيما يخص مجموعة من المشاريع التنموية ذات الصيت المهم، كذلك سوف يكون لها هذا الاعتراف وهذا المشاريع التنموية سوف يكون لها ما بعدها يتعلق بخدمة القضية الوحدة الوطنية، سوف تتحول كذلك بإذن الله الأقاليم الجنوبية إلى أوراش تنموية كبرى من خلال جلب مجموعة. ونسيت فهمت بقيادة العرب، لا ما قلت بقيادة العراب
بإشراف من العراب وبتنمية من العراب، على ما تقولها تكذبوا على الناس، تنميتاش؟ واش قد سافرت وشفتوا البلدان الأخرى، شفتوا البلدان الديمقراطية؟ والله لا تتكلموا كيف ذاك اللي حل عينه على فار، تنميتاش اللي تتكلموا عنها؟ واش هذا المنتفخون في الزريبة كاملين خاصهم يمشوا للحبس؟ 98% منهم خاصهم يمشوا للحبس، 98% خاصهم يكونوا في الحبس. قال لك التنمية، باش عدلتوا التنمية؟ فين هي هذه التنمية؟ وعلاه المغرب في 132، في الرتبة 132 من ترتيب مؤشر التنمية البشرية، 132، أحسن منه بلدان أخرى كالعراق وسوريا والبلدان اللي فيها الحرب وليبيا، وقاعد هو في المؤخرة 132. قاعد قال لك التنمية، تنميتاش اللي شايفين انتم ما شايفين احنا؟ التنمية ضرك في قليمي من المحتل، قليمي من اللي دخلته الملايارات وانسرقت وداها فؤاد هابط الهمة، وداوها المجرمين واللصوص اللي موجودين في القصر باتفاق مع عراب الفساد اللي وحاكم اليوم، واللي ملفاته في مراكش اللي جرائم الأموال مازالت مقفول عليها في الحفظ بتوصية من الوكيل العام اللي بيع يشتري معاه. تنميتاش اللي تتكلموا عنها؟ شكون اللي يقتنع بخطابكم؟ راه خاص الناس تقتنع بأفعالكم، ما الخطاب راه سالي قد يطلع حد التلفازة ويتكلم إلى بغت غدا يقول التنمية والراكب وحنا عدلنا وفعلنا وتركنا، ولكن منين هو، منين هي الوقائع على الميدان؟ منين هي؟ أين هي هذه الوقائع على الميدان؟ الاستثمارات، الاستثمارات لاحظوا بأن القنصلية الأمريكية بمدينة الداخلة سوف ماتت السفارة، ماتت السفارة، عادت القنصلية والحمد لله، الحمد لله. وهذا يجعل من المغرب منصة، أصلح هذا منصة التنمية للدول الإفريقية. هذا جاء طبعا نتيجة منصة للتنمية في إفريقيا بفضل الدجاجتي، طبعا دجاجتي الناجح طبعا والمسؤول ما شاء الله الممتاز. قيادات جبارة للدبلوماسية المغربية، الدبلوماسية بقيادة دجاجتي. وكما قلت بأن الرسالة المهمة وهي أن أكثر من نصف المشاركين في مؤتمر اليوم هم من إفريقيا، وهذا يؤكد المجهودات التي تم بذلها على مستوى الدبلوماسي من قبل جلالة الملك منذ التحاق المغرب بحظيرة الاتحاد الإفريقي، وتم الحمد لله حظيرة البقر تم إقناع واقتناع لدى الدول الإفريقية بجدية وصوابية الموقف المغربي، وجعل الترابية للأسف خارج السرب، بل أن هناك تناقضات فيما يتعلق بمواقف من يناوئون الوحدة الوطنية. الجزائر. بارك عليك، بارك عليك راش، أنا صافي وصلت الفكرة، وصلت الفكرة، وصلت الفكرة صافي. تلفزيون الحمد لله راه نقنعناهم، اقتنعوا صافي، شعب الكل صافي راه سمع خطابك. كنت باغي نخصص هذه الحلقة لمقال مهم جدا عن ملك المغرب بعيون إسرائيلية، وهو مقال مهم لأن فيه ياسر من المعطيات، فيه ياسر من المعطيات، ولكن ممكن إن شاء الله الرحمن الرحيم في الحلقة المقبلة إن شاء الله الرحمن الرحيم تكلموا عنه، لأنه مقال طويل جدا فيه ياسر المعطيات، ومن حق الشعب المغربي أن يتعرف على هذه المعطيات، ومن حق طبعا الشعب الصحراوي أن يتعرف على هذا النظام الهالك الذي أنا أراه بإذن الله تعالى ذاهب إلى الهلاك بنفسه وبسلوكاته وبفساده وبإصراره على الفساد. ما هو إلا بفساده، بإصراره على الفساد، بإصراره على الفساد، لأنه كاين اللي يصر على الفساد، كاين الأنظمة التي تصر على الفساد حتى وإن علمت أين يوجد الفساد، ولكن هذا النظام مصر على الفساد ومستمر في الفساد
ويريد أن يكبح أصواتنا حتى لا نفتح الفساد، ولكنه لن يستطيع بإذن الله تعالى، لن يستطيع أن يكتم أصواتنا وأن يمنعنا من قول الحقيقة، وخيبق فينا نهار واحد في الحياة، نهار سنقول الحقيقة، رغم أن في الدكتاتور وأزلامه ومخابراته واللي يبغى يكون معاه يكون معاه، ما عندنا مشكل. عفوا، هناك خبر عاجل الآن من مدينة الداخل المحتلة، ويقول أنه بالضبط في شارع الولاء قرب البنك الشعبي سيارات إسعاف عسكرية تمر عبر الشارع متجهة إلى المستشفى العسكري، وهذا الخبر مؤكد، أي أن سيارات إسعاف مرت قبل قليل من شارع الولاء اللي موجود فيه البنك الشعبي، وهذه السيارات الإسعاف العسكرية مرت بسرعة متجهة نحو المستشفى العسكري، طبعا رافدة البسطيلة، سيقول نظام الاحتلال المغربي أنها رافدة البسطيلة، ولكن نقول بأنها رافدة المصابين في معارك جيش التحرير الشعبي الصحراوي الذين يصنعون الآن الإنجازات على أرض الميدان. هناك خبر كذلك جاء من مدينة العيون المحتلة، ويقول أنه ليلة أمس هناك دورية تابعة لمركز الشرطة بالدائرة السادسة التي يقودها الكوميسير المدعو رشيد، قامت بتوقيف شبان صحراويين بحي العودة قرب السوق البلدي بالشارع الرئيسي، وتمت تفتيش هواتفهم فقط. وتقول المعلومات أنه مدينة العيون المحتلة تشهد حالات كثيرة من تفتيش هواتف الشبان الصحراويين، يعني لا يتم تفتيش هواتف الشبان المغاربة. وحينما نقول شبان صحراويين معناها لأنه شرطة الاحتلال تمارس التمييز العنصري اللي قلنا موجود في مركز تحقن الدم، أو موجود بين موظفي مستشفى المقبرة بالمهدي، أو الموجود في العسكر، أو الموجود في الدرك، أو الموجود في القوات المساعدة، أو الموجود في المطار، أو الموجود في مقر ولاية الاحتلال، أو في بشوية الاحتلال، أو في مقاطعات الاحتلال. هناك تمييز عنصري تقوم به قوات الاحتلال المغربي ضد الإنسان الصحراوي، حينما تقوم بتفتيش فقط الشبان الصحراويين، تفتيش هواتفهم، لربما يعود واحد منهم مصور كذا، والله مصور سيارة كذا، أو فتشوا الناس كاملة، والله عدلوا حواجز كبيرة وقولوا الناس التحقوا بنا لتفتيش هواتفكم، واش انتما اش من نظام انتما؟ انتما باغين تقلعوا الصحراء الغربية بسكع ضيلة؟ انتما باغين تقبضوا الصحراء الغربية بكل وسيلة؟ انتما باغين تقمعوا الناس إلى هاي الدرجة؟ من يسمح لشي واحد انت اليوم تسمح لشي واحد انه يجي يفتش لك انت تليفونك؟ انت الكوميسير رشيد، والله انت الكوميسير رشيد، تسمح لي واحد اليوم يقول لك، يقول لك في الشارع يقول لك اجي اعطيني تليفونك نفتشو؟ هل هذه الافعال تقع في الدار البيضاء ولا في مراكش ولا في طنجة ولا في شي مدينة مغربية؟ يلا وقلنا هذا الكوميسير رشيد ومن على شاكلتك ومن اعطاك التعليمات، تسمح لشي واحد يفتش لكم انتم تليفوناتكم؟ ولكن دايرين قانون الزريبة اللي هو لا قانون، ومعدلينه في الصحراء الغربية بشكل واضح، واليوم تفتشوا الناس هكذا، تزولوا الإرقاج أرى تليفونك وتفتشوا له تليفونه بأي حق؟ شمن قانون هذا؟ منين قريتوا هذا القانون اللي طبقوا انتم اليوم على الصحراوية؟ إذن كفى من هذه الممارسات، بارك عليكم من هذه الممارسات الاستبدادية الدكتاتورية، راكم قايسين الحيط، واش تعرفوا شنو قايسين الحيط؟ وراكم قايسين الحيط، ولكن باش باللايفات، قايسين الحيط بأفعالكم التمييزية والعنصرية تجاه الصحراويين. أحييكم في ختام هذا اللايف، مع الأسف كملنا ساعة، كنت باغي إن شاء الله الرحمن الرحيم نطرق الموضوع المقال، ولكن أعدكم بإذن الله تعالى إن شاء الله الرحمن الرحيم أننا يعني نخصص حلقة كاملة لهذا المقال اللي هو مهم يعني جدا، واللي فيه معطيات مهمة جدا. تحياتي لكم، وإلى اللقاء إن شاء الله الرحمن الرحيم في لايف جديد بإذن الله تعالى.